فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة المبتدعة، فإن قوما من هذه الأمة فعلوا هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن ذلك هذه المسألة، لما كانت السياحة والرهبانية من فعل من قبلنا، فعلها من فعلها من هذه الأمة بقصد التقرب إلى الله والعبادة، وهي ليست من العبادة في شيء،